رجعنا بآخر بتأمل يكون آخر لايف، مع أنه ضيّلنا كتير لأنه سكرنا الكومنتات وأي إمكانية، بس ممكن يكون صار في مشكلة شوي بالإنترنت، بس ضيّلنا بتصور كتير، سكرته لللايف لحتى اللي بس يقدر سيف قصة الامتحانات الرسمية. ويلي عم بقول عنها الوزير أنه نهار الثلاثة حيكون في اجتماع لجنة الكورونا، لجنة الكورونا الحكومية، لحتى اللي يدرسوا قديش الإجراءات يلي عم ياخدوها، إن كان الدرس عن بعد، الامتحانات عن بعد، الأهل بس يجوا، كل الأمور يلي هي صحية، مثل اللي شفناه بمسألة المغتربين اللي كانوا يجوا. يعني أول ما طلعت الخبرية وليه ما بيرجع بوقت كان بدها تنظيم، عم بشوفوا إذا قدرين ينظموها بالامتحانات الرسمية، إذا قدرين بيروح عليها، إذا لقوا إنه لا وضع الكورونا عم يتفاقم التنظيم ما حيقدر يضبط هذا الموضوع، لح يروحوا إلى التأجيل. ولكن حتى الساعة في بانتظار هالتلاتة هالاجتماع يلي من بعده عم بقول وزير التربية طارق المجذوب بإنه بنهاية هذا الأسبوع عن جد بتتوضح الأمور بشكل كامل. وطالما تتوضح بشكل كامل، كمان عن جد عندي سؤال، أي متى الدولة اللبنانية هيكون عندها الشجاعة أنه تاخد القرار إلغاء شهادة البروفية؟ في كتير مطالبات بهذا الموضوع عبر السنين، مش بس عبر هلأ. إذا حتلتغي كليا مسألة الطلب الحر، مسألة أيضا الليباني ستودنت يلي طلبوا أنه يجتمعوا فيه للوزير كمان حينقل صوتهم، مسألة في عدة بلاتفورم للستودنت حابين دعم من وزارة التربية، كيف نقدر يندعموا؟ مشان هيك بقدر أحكي للوزير، لا بعده ما بين عندي باللايف، يعني هي مسألة شو كان ينقلي لي؟ شو السؤال؟ ما تبقى توتي صوتي، كان يعني اوريدي عم بيسمعوا طلاب تلاميذ الباك فرنسي. في للأسف كمان أساتذة التعليم الرسمي المدارس الرسمية أعلنوا إضراب عن التعليم عن بعد. خليني أرجع أشوف الوزير طارق المجذوب بعد ما صار معنا طلاب تلاميذ الباك فرنسي، صح؟ الـ parents who want to send، هيدا سألنا للسؤال. متعاقدين على صنديق على أي متى القبض، هيدا بعد ما نسأل. شو وضع الأولاد يلي عندهم احتياجات خاصة؟ أكيد هذا أول سؤال رح يسأله إياه. يلي عندهم shadow teacher بالصف، كيف بنعملهم أونلاين؟ شو وضعهم؟ سؤال مهم. شو بالنسبة لمؤتمر الكولوكيوم؟ شو بخصوص الجامعات الخاصة اللي بدها تعمل امتحانات أونلاين؟ هيدا مسموح؟ يأجي رافضة الفاينلز أونلاين. خلينا نقدر شوف الوزير إذا صار معنا على السمع. خليني بس اكتبي لي ولو كان لي، لأنه هيك ما هقدر أقري. إذا حدا عنده أي سؤال بيعرف رقم أختي يبعته. هيدي مصيبة، هي على سبيل هيك ترياح الجو بفترة الثورة، فأنا راح سيولاري عشان 10 أيام، فصار معي رقم أختي، فما بخبركم أختي كيف خشيت بس رجعت على رقمي، كنت عم تلعن الساعة يلي شو بدك. أختي متدهرة كيف عم بيبعتولها على إنستا، كيف بيعرفوا إنه أنت أختي؟ أختي أكيد بيعرفوا إنه أنت أختي. هلا بدك ما يبعتوا لأختنا الكبيرة ونيك العز. معالي الوزير بدي ارجع اطلب منك بليز تبعت الريكوست، انا حابعت لك بس بدي اشوفك اونلاين لنكمل بهالحوار من برنامج 2021. خليني اذكر بانه بكره حلقتنا مع الوزير السابق وئام وهاب، كان ما فيك تعطيني على التليفون ما شو بدي اشوفها. الوزير السابق وئام وهاب ضيفي كمان بكره، الثلاثه حتكون أدال جمال الدين، وهيك بركة تكون حلقة ما بس حتكون قصة ضحك، هنكون نسأل نتعرف عليها أكتر لأدال، كيف بتفكر شو ما بتفكر، كيف بتصرف كيف ما تصرف. الأربعة حيكون معنا الموزع هادي شرارة، خميس جمعة بعد إذا حنا عنده اقتراحات في كتير لسة، بس عم جرب شوف مين معقول يكون معنا الخميس والجمعة قبل. لا ما بقدر طارق المجذوب، ليه منه عم يبين عندي؟ خليني اذا حدا الكومنتس
عم بقدر انا شو بيرجع المدارس وعالم تنصاب وتموت بتسكر مدارس. عم بقول المانيا يا جماعه بليز، المانيا فتحت 3 ايام ورجعوا سكروا لان شافوا انه مساله الكورونا ما انها مزبوطه. اللي بقطر شو وضع عم تنسوها؟ شو بتقصدوا بهذا الموضوع؟ شو يعني مواد الامتحان الرسميه؟ هتا اسالوا كمان هذا السؤال، مواد الامتحانات الرسميه شو هي؟ ان قطر شو وضعنا؟ بتعملي لي الرقم بليز. كانوا عم بيطالبوا برقمك بس اكيد ما اوكي. سؤال ايه يلي علقانين برا من الطلاب وعندهم بروفي او ترمينال، هدول شو بيعملوا اذا ما بينحط اسمهم؟ العالقون. خليني اقدر اشوف اذا الوزير صار مانع السمع. طيب كانين بس بدي بليز تليفونك تا احكي مع الوزير، ثواني بس اسحب رقمه من كونتاكت ابوليتي. بدي بوز عم نجرب بس نحكي مع الوزير تنشوف شو المشكله عنده اياها. 7-1 اوكي. هتا شو بعد في اسئله؟ قصه العالقين برا عن جد سؤال يسال، ليش ما بينتهي؟ وكمان ليش ما بتتوقف البريفي واللي عم نتعب؟ بتصور انه جاوب على هذا الموضوع الوزير وبنته بالترمينال يلي كمان عم تقدر تساله. يس السيستاري عم تقدر تفوت على اللايف؟ راشال معك لانه انا ما ببين عندي قدره اعمل لك ريكويست لانه طفيت الكومنتات. يلا يلا حتطلع هلا. عم بعرف بس مشكل انا سكرت الكومنتات وقصة الفيروس خفت كتير وقدرنا سحبنا شوي بالحكي فتره، فبتصور هلا بنقدر كمان نسحب سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب لما في عالم تسالك على المحاور. يلا انا صرت عملت لي ريكوست، انا عملت لك ريكوست بدي اسكر معك تحت لي تقدر تعمل الاكسبت. اوكي اوكي تريميا يلا استستاري سؤال. لا ايه اوكي بعد فينا نوطيها. ها بعد فينا نوطيها. يلا تخبيا مرسي بكو تانكيو استستاري سؤال. في حدا عم بيبعثنا انه في طلاب علقانين برات لبنان. طب انت قبل الطلاب العلقانين انت سألتين عن موضوع طلبات الحرة ماشي؟ اوكي طلبات حرة هلا بالمهني مبدئيا عم بيقبلوا طلبات حرة للمعيدين، وبالاكاديمي حيندرس الموضوع وحتنعطى فرصة للجميع حسب الآلية كمان التي ستعلن الامتحانات ماشي؟ هاي طلبات حرة. أوكي. هاي بالنسبة للطلب للمعيدين مبدئياً عم بينقبلوا للمهني وحينقبلوا للأكاديمي. أوكي؟ أوكي. الجامعات أستاذ طارق قبل ما أروح على العالقين، الجامعات يلي رافضة إنه يتقدموا الفاينلز أونلاين، الجامعات اللي رافضة كل جامعة مبدئياً ما تنسي كل جامعة لها وضعها الخاص، ولكن نحن اذا بدك بشكل عام الاونلاين تدريس الجامعي اونلاين ما في قانون بنظمه. يعني إلا حق الجامعه ترفض هذا الموضوع؟ ما في حدا يقدر يقول لك. هلا اذا بدك مش ترفض، انه نحن هلا ظرف استثنائي، كل شيء عم نشوفه تحت عنوان ظرف استثنائي، ظروف استثنائيه. بس بشكل عام نحن الاونلاين اذا بدك التعليم الجامعي اونلاين بعد منه منظم بقانون. هلا معروض امام مجلس النواب قانون بهالخصوص او بالحرق قانونين بالخصوص، والبعض عم بيقول في 3 قوانين اقتراحات قوانين، البعض بيقول في اقتراح ومشروعين، بس العملية هلا مبدئيا حينظر فيها مجلس النواب لينظمها ويقطرها يكون في عنا اطار قانون لها بهالوقت. فاذا كل جامعة خاصة هي بتقرر، يعني عندها الحرية هي بتقرر، ولكن بصراحة اذا بدك في ضوء هالظروف الاستثنائية اللي عم بمر فيها. هلا بالاضافة لذلك بمجلس التعليم العالي حيندرس الموضوع وكل المواضيع التعلم على البعد بهالحالة الاستثنائية، وسنحاول إذا بدك حل الموضوع. برجع بقول لك ست رشال، نحن عم نمر بمرحلة من أدق المراحل بتاريخنا، تاريخنا ما بس إذا بدك لا سياسي لا صحي، يعني بكل الصعود نحن وضع استثنائي. فلذلك الطلاب كمان وضع استثنائي، إجراءات استثنائية صحيح 100%. فلذلك لما الامتحانات كمان إجراءات استثنائية كله،
اوكي، قولي لي. في طلاب كمان بعتوا، اهل بالاحرى بعتوا لي انه الطلاب بيعتمدوا على اساتذه للدرس 50% بالخصوص البرايفت، يعني التيتشر او المعاهد يلي عاده بيبعتوا اولادهم عليها تحت اللي يمرنون ويدرسون اكثر بسبب الوضع المعيشي ووضع الكورونا، ما عم بيقدروا انه يبعتون على المعاهد ولا عم بيقدروا يجيبوا لهم تلاميذ برايفت تيتشر. طب هدول بالنتيجه اذا راحوا على الانتخابات، على الانتخابات قال اذا راحوا على الامتحانات لابسوس ريفيلاتور، انه هي ايه طبعا حاسة انا اكثر بالزلل، بالسياسه بدك مما تحب تغطي انتخابات بعدين. اكيد اذا صار في انتخابات. طيب اذا بالوضع المعيشه والوضع الكورونا، طب هدول الاشخاص حيروحوا استاذ طارق على الامتحانات عن جد ما انهم مجهزين؟ تخيل الاي كيو تبعوا له هو نسبه فهمه دائما كان معود انه حدا يدرسه غير المدرسه، طب هدول مش كمان عم بينظلموا بمحل ما عم ينعطوا الفرصه لحتى اللي يعملوا الامتحانات الرسميه بشكل مثله مثل الاخرين لناحيه الدرس، غير الاي ليرنينج، غير انه اما امه عم بتدرسه وما عم بيفهم على الاستاذ عن التي في والى ما هنالك. هلا اذا بدك مبدئيا اذا العمليه بتروق شوي، هلا في بعض الافكار والمبادرات بالخصوص. هلا ما بعرف، انا من جيل مبدئيا كانوا يبقوني بالمدرسه، وكان في عندي الناس اللي اكبر بالعمر كانوا يعيدوا لنا الدرس. هلا ما بعرف اذا بنقدر هالتقليد نرجعه على مدارسنا. هلا في تقليد تاني، على ايامي كمان المتقاعدين كانوا يساهموا بتعليم الطلاب، يعني المتقاعدين كانوا يجوا على المدارس مبادرة منهم انه لا يرجعوا يربطوا حالهم بالمهنة اللي هن حبوها. لذلك قلت لك انا رسالة في كان كثير يعملوها، فعلى امل نرجع لها. بتعرفي نحن بضيعنا اللبنانية كان في عنا ما يسمى العوني، العوني اللي يساعدوه بتعمير بيته، اللي بده يتجوز كانوا السبت والاحد يروحوا يساعدوه، يعملوا له سقف، يعملوا له اوضه، يعملوا له حيط الى ما هنالك. على امل هالفكرة ننقلها للمدارس، عوني مدرسية. حي بس وفرج على مين هلا بده يعمل لا مش عوني حي ومين وفرج، وكله لحظة لحظة مكيل لحظة الحيطان؟ لحظة، صدقيني المتطوعين كتار. وبقلك التجربة اللي انعملت بقضية التعلم عن بعد، لما حطينا بس لينك تقريبا بخلال أيام معدودة أجا 1500 شخص. من ال 1500، 1500 نعم 1500 شخص تطوعوا إنه مستعدين يسجلوا لتلفزيون، حلقات تلفزيونية. نحن لا عن جد عنا قضية المجتمع أو المجتمع الأهلي والله حي، بس بدنا نعطيه مجال. يعني هلأ بقول لك بصراحة، متطوعين بالجامعة اللي أنا بدرس فيها، بمجرد ما كنا عم نحكي بدنا متطوعين، في كتير ناس حابين يتطوعوا، حابين يحسوا حالهم إنه عم بيقوموا بشي لهالبلد. وبرجع هلا لقصة اللي عم جون بيسمعك كينيدي. وبحبوا يتطوعوا باي شيء انتم بحاجه له بوزاره التربيه يلي هلأ عم إذا بدك بيسمعنا حط. بقضية فتح، هلأ مبدئيا لجنة الكورونا طلبت بالجامعات، الجامعات انه اي طلاب ممكن يتطوعوا ليساعدوا باعاده فتح المرافق بالدوله. يعني احنا اكيد بحاجه لمتطوعين، يعني يساعدوا ليعملوا توعيه للناس لينظموا. نحن بحاجه اذا بدك لكل الايادي المباركه لتساعد للنهضه من تنا وجديد. أكيد نحن شلنا بوضع، كلنا بوضع مستعدين سيء. بهذا الموضوع. انت سمعتي الناتج الوطني تبعنا مع دولار صار فوق ال 4000، من 50 او 55 مليون صار الناتج الوطني تبعنا 30 مليار، يعني كان 55 مليار دولار صار مبدئيا 33 مليار. لذلك قريبا حنجرب نعمل آلية معينة لنستفيد من هالمتطوعين بالقطاعات التربوية بوزارة التربية، لأنه بحاجة من ضمنهم قضية مدارس مدرسين خصوصيين، يعني هالمتطوعين باختصاصاتهم يساعدوا وبتصور والله بيساعدوا. هلا لذلك إذا بتلاحظي لما حكيت أول مؤتمر صار مؤتمر صحفي عملته بالوزارة، نحكي عن وزارة التربية والتعليم العالي وكل المتطوعات والمتطوعين، لأنه حنعتمد عليهم، لأنه الوزارة ميزانيتها، أو بالأحرى موازنتها عفوا، موازنتها هالسنة كتير طاير منها. يعني موازنتها الاستثمارية تقريبا شبه صفر، يعني قليلة. شو قليلة؟ يعني الموازنة، المعاشات، الأجور، الصيانة، بتاخد تقريبا إذا ماني غلطان 97 ل 98% من الموازنة، موازنة الوزارة، ما بيبقى كتير. فبدنا نعتمد على المتطوعين، وإن شاء الله المتطوعين بيكون لهم دور، وبيكون لهم حتى عرفان من الوزارة بطريقة من الطرق. عندي سؤال لإلك استاذ طارق وانا دائما بساله لحالي كنت هذا الموضوع، المدارس الرسميه بتعاني هلا عم بتفوت تسأليني إياه، ايه عن جد اللي عم بسالك ايه بتفوت على إن المدارس شاء الله يكون عندي الرسميه جواب. ان شاء الله، يعني مثلا بدها طرش
البلات منه مظبوط، ايه التواليتات مش مظبوطة، ايه هي قد ايه يعني شو؟ ست رشال، ست رشال، انا عندي اذا بدك تجربه، وفي عندي صداقه مع شخص صار نقيب محامين، الدكتور ملحم خلاف، فرح العطاء. ان شاء الله يكون فرح العطاء ينسحب على كل القطاعات. يعني انا شاركت معه بفتره من الفترات، حتى بنتي شاركت معه بطلاق بناء بالاشرفيه، اذا ماني غلطان بناء فسوح. اوكي، فلذلك ان شاء الله فرح العطاء بينسحب على كل القطاعات وكلنا بنشارك. هل لا بس هل في شيء رسمي بينكم وبين نقابه المحامين استاذ ملحم خلف نعم لحتى نعم اللي يصير نحكي في بالموضوع. دعوه نعم نعم لطالي او لتنظيم ما بس طالي، المدارس الرسميه؟ لا حطمني نقابه المحامين، حتى حنستفيد، وحكيت مع النقيب خلف، حنستفيد منهم لاحقا بمساعده الاهالي والاساتذه وحتى المدارس، يصير في عنا نوع من حوار مشترك. يعني المحامين بخبرتهم القانونية يستفيد منهم، خاصة الشباب، يساعدوا على بناء الجسور اللي هلأ أرسيناها بالوزارة يتابعوها هني لاحقا. لذلك حنعمل مشروع لتترمم المدارس، بالإضافة لذلك حنجرب، وهيدي مبدئيا وعد، نقوي صناديق المدارس قريبا جدا، كيف؟ قريبا جدا حنلاقي طريقة ودعم مالي لألون. تقريبا قريبا مثل شو؟ جدا، قريبا جدا. لا مثل شو؟ بس اعطينا شو، اعطينا احتمالية. كيف لا، في حتقدروا عنا تدعموا الصناديق تحت تساعدوا الاهالي في عنا بالدفع في والى ما عنا هنالك؟ مبدئيا مع بعض الجهات صار في قدرنا نأمن تمويل. جهات خارجية؟ نعم قد ايه بدها وقت؟ مسألة جمعة جمعتين شهر شهرين؟ إذا بدك بتصور مسألة أيام إن شاء الله. واو اوكي. بس وان شاء الله كمان هي دعوة حنبعته اياها لوزير لنقيب المحامين عن لا طريق لا ما مؤسسة. تخافي، من دون ما تعملوا الدعوة حكي معه بالموضوع وهو موافق، وإن شاء الله بس الكورونا تخف نقدر نستفيد من هالخبرات، ما بس مع نقابة المحامين، وحتى إذا بدك مع وزارة الصناعة، وحتى مع وزارة الصحة، حتى مع وزارة التجارة، بدنا نعمل تعاون حتى مع كل الوزارات ما انا اللي لها بدي علاقة اياك بالتربية. تخبرنا، تخبرنا نحن متعطشين استاذ طارق ماشي، على شو لنشوف لشو؟ التعاون بين الوزارات ونشوف شيء لحظة عن جد لحظة ملموس. لحظة ست رشال، التعاون كان واضح، واضح وجلي بين وزارة التربية ووزارة الإعلام. تلفزيون لبنان صحيح كان باعت فريق طويل عريض عم بيصور بمبنى وزارة التربية، هيدي وحدة. اثنين، إذا بتحبي، وهون بدي أشكر المخرج اللي تعرفت عليه أستاذ باسم جابر والفريق اللي معه، هلا مذكر بعض الأسامي، أستاذ جورج إلى ما هنا يعني، وأستاذ اوكي حسن شكرون شكور، عفوا أستاذ حسن شكور. فكل اشتغل تعاون، نعم تعاون مع وزارة الصحة. لما كنا عم ناخذ قرار بالإقفال كنا عم نحكي وبعدنا عم نحكي ساعة بساعة لهالموضوع، يعني عم بيصير في مش هيك تعاون. استاذ طارق عن جد يعني ما في. انا يعني بتصور حتى اللي عم يسمعونا، وبس نرجع نعلن على الموضوع انه في كتار من الجمعيات مستعدين يساعدوا الوزاره ونقابه المحامين بطل الحيطان بالتواليتات بالارض. هيدا الطالب لانه بتصور مقتنع معي انه العالم حتشيل في جزء منهم، حيشيلوا اولادهم من المدارس الخاصه للاوضاع الاجتماعيه ويروحوا على المدارس الرسمية. يعني كمان بده يكون في شكل خارجي قبل ما شكل نحكي خارجي. بالمناهج. طب ست رجال، فيني أكد لك بما أنه جاي أنا من خلفية لا سياسية ولا خصني مبدئيا بالسياسة، يعني ما عندي انتماء، كل قرش حيدخل للوزارة إن شاء الله بينصرف قرش، يعني ما بيكون في هدر. برجع بقول لك ورجاء خاص، أنت راقبيني وأنتوا راقبونا، إذا شفتوا في شيء غلط قولوا لنا، انتقدونا، انتقدوني أنا بالتحديد ما عندي مشكلة، بس فيني أكد لك لا عندي لا مصالح خاصة ولا عندي طموحات خاصة، عندي بس هالشفافية اللي حأعتمد عليها، واللي كانت مبدئيا كل مساري اللي كنت فيه أنا بتصور بيشهد لي. هلا أكيد الماضي حيقول يمكن عم بيحكي بالماضي، هلا إن شاء الله الحاضر بيكون هو ترجمة للماضي. بالإضافة لذلك في عنا مشاريع، عدة مشاريع لترميم، ترميم مدارس الهدف الرئيسي، وعنا مبدئيا عم نبحث وعم نسعى لتمويل. وبرجع بقول لك كل شيء شفافية وكل قرش إن شاء الله ما بيضيع، وإذا خليني صار في طالما أي شيء طالما نعتمد عليكم،
انتم السلطه رابعه بتقولوا لنا. ولذلك طبعا اذا بدك حتى مع بعض الاعلاميين اللي كانوا لهم علاقه بالتربيه تواصلت معهم وطلبت منهم اي شيء عندهم يزودوني اياه، وحتى اتصلت مع وزاره العدل اي ملفات موجوده كمان يزودونا اياه. عم بقول لك عم نجرب نعمل تعاون، بس برجع بقول لك الفتره الزمنيه بعدها قصيره نسبيا لنقول، ولكن عم نجرب نعمل كل شيء. سؤال تعاون حتى مع استاذ طارق، اجهزه في ثانيه، منصه، بس نعم في اجهزه منصه ثانيه لانه كمان. تعلم عم تحكي عن قصه التعاون، في منصه اسمها شاطر، هي منصه تفاعليه للتعلم عن بعد ونجحت مع طلاب البروفي، بعتوا لي هن الاف الطلاب على هذه الصفحه انستغرام وغير انستغرام، وسالوني قالوا لي ليش الوزاره ما بتتبنى وبتامن ايباد او فري انترنت لهدول الطلاب، هيك بنقول احتماليه نجاح عمليه التعلم عن بعد وتقويه هذا الموضوع. في اي ممكن تعاون بينكم وبين منصه شاطر التعليميه؟ فينا نحطك على تواصل بينك وبينهم، بكل نعطيهم سرور، رقمك بكل يقدر. سرور، بكل سرور. حريحك بشغلي، حقول شغلي مبدئيا، انا حابب اسمع كل الاشخاص، كل الاقتراحات حندرسها، اذا بدك نجرب نشتغل سوا. بالاضافه لذلك كله حيكون لمصلحه التلاميذ، ونعم في تواصل. اذا بدك عنوان الايميل minister@mahi.gov.lb، مينستر 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 كلمه وحده mehe.gov.lb. اوكي هيدا الايميل عم تعطينا اياه كرمال شو؟ اي حدا عنده اقتراح، اي حدا عنده يتواصل، شيء؟ يتواصل. نعم هيدا الايميل اذا بدك الخاص فيه، يعني خاص بالوزير. اوكي، لانه كمان ماشي، قبل ما تطلع اعطيك معنا رقم هاتفي، بدك رقم هاتفي؟ بليز 01 77 24 42، 77 24 42. هذا 01، نعم هذا بيروح دغري يعني بيوصل على مكتبك. على مكتبي، إذا بدك مكتب شخص كتير مقرب. بس انت عارف هلا ما وجعت راس عم تعمل له؟ هلا بقول لك ما استأذنته، فبدي يسامحني مباشرة، بدي صفر يسامحني. واحد سبعة سبعة اثنين أربعة أربعة اثنين نعم ليتواصلوا معك العالم مباشرة. نعم استاذ طارق حتى في قبل ما تطلع معنا مباشر في بس لحظة، ليبانيز، ياخذونا بحلمهم، لأنه هذا الشخص المقرب إنه ما ضروري يهلكوه، يعني بقول لك من ما ضمن ضروري الاتصالات يلعن اللي الساعة يلي توصلنا. عبرت فيها على بدك التليفون. أعطيك من ضمن الاتصالات مرة توصلنا، شو حاعطيك نموذج. بالتلفن ست الابن قاعد بالبيت شو بعمل؟ قلت له يعني شو قصدنا نحن؟ فبحاولوها عم حكيت معي، قلت له شو بعمل؟ قلت له يعني مدام شو مطلوب مني؟ قالت لي يعني فيني اجيب لك اياه على الوزارة؟ قلت لها ليه؟ قلت له بتروح على الشغل وانتم سكرتوا المدارس. يعني هي بعطيك من ضمن التليفونات اللي بتوصل، من ضمنها. شو وبقول ما كمان ما بقول لك، ما بقول لك المسبات الثانيه اللي بتوصل. شو اظلم او بالاحرى شو اهضم كغير هيدي المره؟ شو كمان بيجيك اتصالات كوزير تربيه؟ هلا بتعرف انه بلش يدق التليفون؟ هلا اعطيت الرقم بلش يدق، لانه شايفيني بيتاكدوا اذا انا بالوزاره ايه ولا لا. شو بدك احلى من هيك؟ يعني شو الساعه 1:44 وعم بيردوا عليه للشخص اللي عم يتلفن، وعم شو بيردوا؟ رايك؟ نعم، لانه الشخص اللي مقرب هيلكو متطوع مبدئيا قاعد عم برد. طيب عم رح لك انا امشي بشكل ظلمته، سهل. ظلمته والله ظلمته. هلا ما بعرف قاعد ليبانيز مو بالمكتب بكون هونيك، عم يكفر هلا بالموضوع، هلا اذا بدك ليبانيز ما مش ستودنت عم بيكفر، يعني ممكن يكون عم يقول كم كلمه حلوه لإلي ولإلك. عن انا جد دفشت يعني جزء الموضوع. منهم بتصور عم بيقدروا يسمعوا. استاذ طارق، في ليبانيز ستودنتس كمان بعتوا، هن عبارة عن طلاب من 150 مدرسة، وطلبوا عبر قال بليز رشال بدنا نجتمع كوفد صغير مع معالي الوزير. فيك هلأ على الهوا تحدد لهم تاريخ؟ نحن اليوم الأحد، فيك تقول لي الثلاثة الساعة 6 الصبح، الساعة 7 الصبح، الساعة 4 الظهر، تعطيهم؟ ست رشال بتعرف انه احنا مبدئيا عم نجتمع، انت شفتي بمجلس الوزراء احنا بنبقى 5 6 ساعات، ان اذا اعطيتهم موعد وما جيت شو حيقولوا؟ يضرب شو بلا زور. طب لا، ما في القربع، ما فهمتي؟ في جلسة مجلس وزراء، فينا نحدد لحظة له على لحظة، الساعة 11؟ في عندي كورونا، ما هو نحن هيك عم نجتمع. لمعلوماتك نحن عندنا مرتين بالاسبوع اه بشكل رسمي بنروح مجلس وزراء، ان كان بالقصر الحكومي او بالقصر الجمهوري. بهالاثناء في عندنا لجان ثانيه عم نحضرها، يعني عم لذلك لما ببقى هلا انت شايفتيني قد ايه الساعه قاعد بالوزاره. يعني بقول لك بصراحه الاولاد عندي انا ما بيعرفوني، صاروا بعد شوي يعني احنا منهم عارفين مين انا.
يعني أولادك. صدقيني صرنا على الواتساب، شو بدك اكثر من هيك؟ تتصور حلوه هيدي؟ قد ايه مشتاق لحياتي العائليه، ولا بتقول يا ريتني ما عملت وزير، يا ريت ضليتني بحياتي، شو بدي بالخبريه كلها سوا؟ هلا هلا بقول لك، تكون صادق معك، بمجرد ما الواحد بلش شغله هلا، لذلك لشو قلت انا بعدني مصر لما بتقولي لي وزير، بتمنى تقولوا لي وزير لما تخلص الوزاره، وعلى امل كون حملت جزء من هالوزر اللي هو حمل. الوزير هو يعني حامل، اذا انا كنت نجحت احمل جزء عيطوا لي وزير، ما نجحت مشان هيك ما بدي حدا يعيط لي وزير، يعيط لي باسمي وما عندي مشكله. لما قلت لك طارق انا مؤمن فيها، اسمي طارق، ما اسمي لا وزير ولا معالي، لاني عالي اكثر من غيري انا مؤمن فيها. وفيك تسالي الاشخاص ما قبل الوزاره لما كانوا يعيطوا لي، اتمنى يقولوا لي يعيطوا لي اسمي طارق وما عندي مشكله. وانا بصراحه قاعد هون عندي هالرساله، حملت قبلت انه احمل هالوزر، بس هل يا ترى حانجح؟ اذا نجحت ساعتها يقولوا هذا كان وزير، ما نجحت يقولوا هذا كان مرور الكرام. لذلك اذا بدك لما واحد اخذ قرار، وبصراحه استشرت افراد العائله، هلا بالبدايه ما كانوا راضين، بس قال اذا هذا قرارك، لانه نحن بالعائله ديمقراطيه عنا، بس عن جد اذا هذا عرفت شو قرارك يعني، شو بحمد. عندك ولدين ثلاثة؟ هلا طب اذا قلت عندي اولاد، انه شو ايه بس انه مش ممكن اجتمعت معهم تاثر؟ قبل ما تروح على الوزارة شو؟ ايه سالتهم، اكيد سالتهم، مع انه هن كانوا في واحد منهم يعتبر، او وحده كمان اثنين كانوا يعتبروا قاصرين، اوكي صبيه وشاب. سالتهم بالبدايه كان رفض، ليه رفض؟ قال نحن بالاساس لما كنت بالقضاء ما عم نشوفك، هلا بالوزاره يعني حنشوف خيالك صرنا. فاخر شيء بطريقه ديمقراطيه، اذا انت هيدا اللي بدك اياه نحن معك، او زوجتك؟ خيالك نحن بنضحي معك، نفس الشيء زوجتك نفس الشيء نفس لا، الشيء. شو اكثر شيء مشتاق بمعالي الاستاذ طارق؟ لا شو اكثر شيء مشتاق يعني؟ مشتاق بدي ايه اقول لك بصراحه، حياه طبيعيه، يعني حياه اذا بدك الواحد يحل مشاكله، يعني فوق مشاكلي حامل مشاكل غيري، وبظرف كثير صعب، وماني قادر انا اسيطر على الامور. لو انا قادر اسيطر اوكي، يعني انا احيانا بحملوني مثل ما حضرتك لما ذكرت الانترنت، انا ماني وزير اتصالات، انا بجرب بالنطاق اللي انا فيه حسن الامور، وحتى باللي بالنطاق اللي انا فيه انا عم بشتغل مع اشخاص يمكن هن ما معودين علي وانا ما معود عليهم، بدنا وقت لنتعود. يعني مثلا بقول لك الريتم اللي انت شايفتيه ما بتصور بالماضي كان موجود، ما بتصور الظرف اللي مارقين فيه كان موجود. لما قلتي وجع، نعم مثل ما الناس موجوعة أنا كمان من هالناس موجوع، وجع كبير نعم، تعبان أكيد تعبان، بس ارتضيت هالشي، ارتضيت بدي أتحمل شو في على شيء أمل. بعد من حياتك العادية استاذ طارق بعدك عم تقدر تمارسه، بعدك عم تقدر تعمله؟ هلا بلك الشغلة الوحيدة اللي بنبسط فيها، بنزل على السوبر ماركت أنا بشتري، واليوم كنت بالسوبر ماركت بالتعاونية الكوب اللي هي قريبة لبيتي، بس ما حقول بأي منطقة، فبيجي شخص بيشوفني بيقول لي إنه لوحدك؟ قلت له إيه. قال لي عم تجيب أغراض؟ قلت له إيه. بجرب هالنص ساعة أو الساعة اللي بقدر فيها أظهر، بس لشوف على الأرض شو عم بصير، للواحد يضل يحس حاله جزء من هالوجع، الوجع اللي على الأرض. هلا أنا موجوع، نعم موجوع من العبء من الشغل، بس بحب كمان امشي على الارض. ما يعني في هيدي بادي جاردز، ما في مواكب، ما في شيء. هلا بقول لك بادي جاردز بلا، اعطوني مبدئيا او بعد شهرين او شهر ونص نعم، بس ولكن بمعظم الاوقات ما بيكونوا معي. هلا انا قاعد هون ما معي حدا، فلذلك هذا منه اعلان انه يهجموا علي هلا اليوم لا مش يمطروني موضوع يجب، بالعكس نقدر نشوف انت كيف بس عايش او مش عايش. بقول لك هلا هلا في هلا فيكي بحب اعيش انسان مثل اي انسان. شو اكثر هلا شيء بقول لك مبسوط فيه عتلان بالوزارة يعني؟ عتلان عتلان بقول لك بصراحه عتلان عتلان هم الناس، ايه ضميري مرتاح نعم، بالي مشغول نعم، على الناس على التربيه نعم، بتقولي صعبه
كمان بقول لك نعم، ولكن طالما بلشت الطريق لازم اوصل للاخر، ما لازم استسلم، هيك علموني، هيك ربوني. لذلك يمكن تربيه البعض بيعتبرها كان غلط، بس هيك ربوني، ربوني لما بلش شغلة بدي خلصها، ويمكن هيدا عم تعمل لي بعض الصعوبات، لأنه البعض عارف طبعي من قبل. وست رشال أنت يمكن بتعرفي في بعض الملفات اللي كنت أنا عم بشتغل فيها عرضتني ل تهديد بالقتل عدة مرات. بالقتل؟ نعم، بس ما تطلب مني تفاصيل أكثر، فلذلك معود. لا بس معود. تهديد بالقتل على ملفات خاصة بالتربية؟ لا، خاصة بموضوعات قبل، ما قبل التربية. قبل ما تكون وزير. نعم، بس بالتربية على ما يبدو، نعم في ملفات. شو الملف يلي بتقول أنا طارق مجذوب بس حققه بوزارة التربية بعتبر حالي انه عن جد عملت شيء مفيد للمجتمع للتنظيم لمكافحة الفساد؟ هلا بقول لك، قبل ما احكي بالقصه، بال بال ربوني على شغله يمكن هي صعبه بهالبلد. الواحد لما يكون عنده قناعه معينه ما بيبيعها باي ثمن، وهيدي مبدئيا سلاح ذو حدين. عند البعض هي إيجابية لإلي تجاهي، وعند البعض الآخر حيعتبرها سلبية وحيتعمل لي عقبات. فلذلك بقول لك، عم تقولي شو ممكن، أي شيء بقدر أعمله بحققه للتلميذ للتربية بيكون إنجاز. بتقولي إنجاز، إذا بنقدر خلال مدة قصيرة نغير القيم المجتمعية من خلال التربية بيكون عظيم. يعني نرجع شوي لقيمنا الأصيلة، مش القيم، قيم لا قيم. حضرتك أنت عشتيها، لما بتحطي أي كومنت بيطلعوا بالمسبات، يجاوبوا الرأي بالرأي، مش الرأي بالمسبة، مش الرأي بإشاعات هدفها الرئيسي تهدم. هذا اللي بيزعج. شو ابشع اشاعه حسيتها هي جاي تهدمك او جاي تقلل من 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 امالك او من دعمك او من كذا؟ اي هي اسال شيء لحديد هلا، انتم ما لكم معرضين كنتوا كقضاه بالاسم، نحن معودين كصحافه، بس انت كوزير نعم، معرض. شو اكثر اشاعه شو اكثر اشاعه زعجتك حسيت انه لا كمان يعني هذا شيء كذب صاير، مش معقول تكمل بهالطريقه؟ بدي اسالك، لما بيشتموا للواحد اهله، واهله اللي بيكونوا متوفين، بتتصوري هذه سهله؟ وهن منهم عارفين من هو انه معلش، لما بيشتموا اولادك شو ذنبهم؟ مع انه اذا بدك واحد منهم هو مع المجموعات اللي بتنق بقصه الامتحانات. يعني لما بيشتموا هذا اللي بيزعج. بس بقول لك، على ما يبدو لما الواحد يبحر في الشأن العام ماشي ببحر، مش بحر متوسط، اما الاطلسي اما محيط. هلا الواحد ماشي، بس بقول لك صعبه تكون صادق معك. لا صعبه، بيك يلي ما بيعرفوا، بيك يلي ما بيعرفوا استاذ طارق هو من كبار المعلمين والتربويين اللي كانوا بلبنان. انا بتذكر كنت عم بحضرك مع بيصار الوقت مع مرسال غانم تلفن وقتها امير رحمه، نائب امير رحمه، وقال انه اذا عندك تربيك علمه، فبقول انه اذا عندك 30% نص 10% من اخلاقيات والدك بكون تحيه لك. نحن جيل مركي ما بنعرف مين بيك، ما بنعرف شو بيك، ما بنعرف شيء. تقدر هيك بكلمه بعرف انه بيك؟ معلش ست رشال، حاخذ بيت شعر، لا تقل اصلي وفصلي، ما هيك؟ فانا اصل الفتى ما قد حصل. ما علموني ارجع يعني اتحجج ببي او جد او الى ما هنالك. قالوا لي انت كل واحد لوحده. يعني حاعطيكي بس شغله بسيطه، لما ذكرتي المرحوم الوالد، والدي كان بالجامعة اللبنانية رئيس، كان عميد. أنا خلصت الدكتوراه هو رئيس جامعة، رفض أدخل الجامعة اللبنانية طالما هو رئيس.
تما يقولوا فوت ابنه. هذه القيم اللي علموني اياها. بنتي دفعت ثمن لموقف انا اخذته وبعتذر منها مباشرة. موقف انت بالقضاء يعني معلش بلا تعليق معلش هي بتعرف اكيد يعني لا هي ما بتعرف هي دفعت ثمن ولا بتعرف شو كان القرار اللي دفعت ثمنه لما قلت لها ولا هي طلبت ولا انا قلت لها بس زعلت مني لمده شهر ما حكيت معي يعني هلا اذا عم تحضر بتوع عم تحضر بتكون عرفت شو هو الموضوع ما بتصور لانه ما لا هي سالت ولا قلت لها واو بتصور رح تسألك بعد هالمقابلة وبتمنى لأنه واضح قديش هذا الشيء قاهرك ولا لازم زعلك ولا محسسك بنوع من لا مش محسسني بس انه اذا الواحد اذا عندهم حساب مع شخص ما بيدفعوا اولاده نحن لسوء الحظ عندنا هالمنطق اذا ما قدرنا على البي بنتكى بالولاد اللي ما لهم ذنب وبندفعهم ثمن هيدي بقول لك ايه متضايق من شانها متضايق سامحتني هي بعد شهر خلص اذا فينا نغير الموضوع بتعذبك ممكن ما في مشكلة اكيد استاذ طارق اختي عم تسأل هذا السؤال قال انه ما بتعتقد انه محل ما يكون الماتيماتيك هالقد اساسي مادة التربية يعني هاي دول المفاهيم والقيم عن جد يعني ينشغل على المناهج بشكل مظبوط على الكوفيسيون يعني بينحط تحت التالي عن جد نقدر نبني مجتمع مش انا بتذكر بالشانفييل انا كنت بالشانفييل الكوفيسيون تبعو المات والفيزيك والشيمي وفكت وفوا 5 وفوا 10 وفوا 6 بيبقى العربي والفيلو والايكونوميستولوجي انجا ف يعني التربيه المدنيه يبقى سيرفان السبور سيرفان اعتبروا انه هدول ما كان التركيز بالمدارس على هذه الامور اللي هي هالقد ممكن تصنع منا انسان غير التربيه طبعا بالبيت هلا انت عم تحكي مشان التقديم الشهادات قصديك نو عم بحكي عن جنرال المنهج جنرال المنهج بدي اسالك معلش سؤال ست رشال نحن عندنا بالمدارس بمعظم المدارس لما تكون لما درست التربيه المدنيه على ايامي وايامك لا انت تربيه مدنيه انا كانت تسموها الاخلاق ماده الاخلاق والتربيه كانوا شو يقولوا لنا هيدي ما بتجي بالامتحانات بدو تدرسوها عودونا نعم عودونا على الطريقه اذا بتلاحظي نعمل سيستم اللي بيسموه باشوتاج صحيح هيدا غلط كل المواد مهمة لأنه كل إنسان عنده مقدرة معينة يعني مثلا الرسم إذا بتلاحظ نحن عنا كانوا يعتبروا أنه منه مهم الرياضة منها مهمة لذلك بأغلبية الدول الطلاب ما بيقدموا كل المواد بيقدموا المواد اللي هن حابين يكفوا فيها ممكن يكون بده يكفي بالرياضة ممكن يكون بده يكفي بالرسم بده يكفي بالطبخ إلا عنا إذا بتلاحظي في عنا هالنظرة بدنا نغير القيم لذلك بس بدي أقول لك هلأ لما أنت عم تحكي وأخذت التليفون تلفن هلا من شوي فالشخص اللي انا ظالمه لهالوقت اجى التليفون عم بيقول لي عن الطلاب العائلين برا انه شو بدنا نعمل؟ هيدا مبدئيا الموضوع عم بيتابع ويتنسق مع وزاره الخارجيه ويتواصلوا مع السفارات وان شاء الله مبدئيا يعني بيرجع كل لبناني برات لبنان طالب لانه مثلا في عنا عدد كبير من الطلاب برات لبنان على امل جامعاتنا تستوعب كل الطلاب وترجع جامعاتنا مناره مثل ما كانت بالسابق. يعني انت اذا بدك التليفون الثاني مثلا اللي اجى عن المواد التطبيقيه للمواد الاجرائيه مبدئيا او المواد التطبيقيه اللي ما فيها تطبق عن بعد مبدئيا حنعوض لهالاشخاص مواد تطبيقيه لما تخلص فتره التعبئه هلا طالما في تعبئه في عنا امور ما في اختلاط الى ما هنالك يعني اقول لك عم بينشغل بكل شيء بس ان شاء الله الامور تتحسن قريبا وهيدا الكورونا اللي هو بالنتيجة عم نعمل حرب ضده للكورونا وضعنا يكون جيد وننتصر على هالوباء سؤال بس هيك قبل ما قبل الأخير هلا أنت إذا لاحظتي هلا الفيروسات خفوا لأنه صار لأنه شلت الكومنت أنا شلت الكومنت لأنه بالقبل ما عاد بيقدروا يعملوا كومنتات هذا كور بالمواد الرسمية للامتحانات أستاذ طارق بتقرر شو رح ينشال كيف حينشال شو بيدرسوا شو ما بيدرسوا ولا لا والله قلت لك اياها من قبل الآلية كلها هيدي حتندرس خلال الأسبوع حيطلع فيها موقف حيطلع فيها موقف جديا
بس بقول لك كله عم يجرب يندرس. ليه؟ لانه اي شيء بتعمليه بده يكون عم قضيه مدروسه. نحن تعودنا على طريقه يعني شوي مختلفه عن الطريقه اللي عم نتبعها. يعني مثل بعطيك نموذج، برجع بقول لك الاقفال مدارس الى ما هنالك، عم نجرب تكون علميين بتوجهاتنا على امل ربنا يوفقنا. بدي اطلب منك طلب اخير، لانه اول لايف بس طلعنا اضطرينا انه نسكر بلا ما نكون مسجل، مع العلم قلت شيء مهم وبدي احتفظ فيه وبدي خليه يعني تحتلي، بس اذا بتقلنا باختصار مفيد قصه الاقساط، طب والمدارس قلت لي انه حيلتغوا ما قبل السنوات الماضيه وقصه ال 30%. حقلك طب بتحبي، لا ما بعرف، حقرا لك اياه لانه القراءه تبعتها تمام شوهها، حقرا لك اياه مثل ما هي، حرجع دكور. طيب اذا بتسمحين حبلش اذا بدك الاشياء اللي حتجي للمدارس والمدارس حيعطوها. اوكي. العمل مع الجهات المانحه على تسريع دفع المنح المدرسيه المستحقه، وذلك بصوره مباشره الى المؤسسات التربويه، بالاضافه الى تسديد المساهمات المتاخره للمدارس المجانيه. بالاضافه الى ذلك ستقوم الوزاره مع المعنيين بوضع أسس عامة وتوجيهات وضوابط لإعادة درس موازنات المدارس في مهلة أسبوعين بموجب قرار يصدر عن وزير التربية يحدد فيه كيفية رفع ملحقات الموازنات إلى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية. هلأ إن شاء الله هالقرار حيصدر اليوم، لأنه صرنا هلأ اليوم نحن. وتتكافل هون الفكرة، تتكافل المدارس مع الأهل وتقوم بإعفاء أولياء الأمور من بتصور أنه عم بقطش شوي صوت. بتصور عم بتقطش شوي صوت. بتصور عم تقطي شوي صوت. يعني بس بدي انهي بهذا الموضوع قبل ما اسأله سؤال اخير، بتصور كتار بهمهم هذا النقطة، ونخلص حلقتنا اليوم من برنامج 2021 يلي كانت مع وزير التربية طارق. الامتحانات الرسمية الثالثة حيكون في اجتماع للجنة الكورونا، اللجنة الحكومية، من بعدها خلال هذا الأسبوع 3 أيام بيتم الإعلان عن شو رح يصير بامتحانات الرسمية. خليني بتصور هذه كانت الأساس، تحدث عن قصة المتعاقدين. شو الباك فرنسي؟ ما فهمت السؤال. شو طلاب تلاميذ الباك فرنسي التغت وتلاميذ البريفي بعدهم عم بتعمل، ما فهمت شو السؤال يعني، ما عرفت. هاي بليز فيكم تسألوا الوزير عن باك فرنسي، نحن اللغة يعني ما في داعي نرجع على المدرسة بحال بدهم يفتحوا. اوكي، لكن هذا السؤال كان خير. ما بدي بقى لأنه تنتين، بتصور الوزير صرنا بمرحلة تعب ومنقدره طبعا على وقته لحديد هلا يعني 2:30. بعثت له ريكوست هلا بكون بيصلنا، بس كان اذا تسالوا الوزير عامل باك فرونسي نحن اللغة، طب ما هذا بيرجع اكيد كل مدرسه هن حتعطيهم هذا الاوبشن او هن حيقولوا لهم شو بيرجع ما بيرجع. بتعرفي شو حبيت كانين استقلي صرت بتجي فيها ما بتبقى تحيك تاني كان بدك تحيي من الوزير اختي تحتي لي تنبسط بيه يا الله لا بل انا لا تعي سلمى على العالم يقدر يعرفوا انت شو نهار بدي اطلع معك لايف انت كيكي ومع مع الماما كمان كاسيستنت لانه بتعرفي والبروديوسرز وين ما بعرف اذا الوزير عم بيقدر بعد يشوفنا
اوكي اذا تشوف الانبوكس مع اختي شبيبك الله يستر من الانبوكس، هيرجع اجرب باخر كاني بليز تدقي له بترجعي بس حتى اللي يقدر يرجع يفوت على الاونلاين. بتامل اليوم ما كان في سؤال صحيح لقصه السبينس و ولا صوتهم بينسمع لو بدي ارجع لورا. يلا دنيا اخوان بنقدر نجرب. يلا اوكي تري بيان نو ابدا بس بتصور قصه الكونكشن. يلا ولا ميرسي بتصور انه هلا حيرجع يفوت معنا الوزير بعدهم. احلى شيء بس بخبركم مثلا بتفوت امي على الاوضه بتعطيني معلومه بتوطي صوتها بس هو انتم قادرين تسمعوا بتعيش المره بقول لها لا ولا اخواتي انه ولا بينسمع بس بعده على صوت الوقت. خليني اقدر اجرب لانهي المقابله مع الوزير ولا سري ما بدي اخرك اكثر. بعرف قديشك يعني رح يصير لك 24 ساعه بعد شوي على بالوزاره بس جو تيان يعني مصر انه بس اقدر اسمع منك قصه الاقساط لانه ارجع خليها لو سمحت. طب حقلك حاختصرها، اذا بدك باقساط هالسنه مبدئيا ستخفض، بالاضافه لذلك المستحقات المتراكمه للاهل اللي وضعهم المادي دقيق كمان ستخفض، هيدي اذا بدك الخلاصه. بس بدي اقول بحسن النوايا من الاطراف الثلاثه لجان الاهل المدارس ونقابه المعلمين، يعني بدي ارجع اقول هيدا نصر للكل للثلاثه، منو نصر لحدا على حدا اخر. برجع معلش لو بدي ارجع عيدها للفكره، هدفنا الرئيسي نوصل بمركب التربيه الى بر الامان. ما حدا يعتبر حلو لا ربح ولا خسر. ان شاء الله لبنان بيربح، التربيه بتربح، والتلاميذ بيكونوا من الرابحين كمان. مع انه للاسف طلع بيان من شوي من اساسه التعليم الرسمي بالمدارس الرسميه اعلنوا الاضراب ورح يوقفوا التعليم عن بعد. مبدئيا هيدا رايهم، بحترم رايهم، حنتناقش وان شاء الله اقنعهم انه يعودوا عن قرارهم، لانه التعليم عن بعد مبدئيا او التعلم عن بعد مبدئيا هيدا مسار من المسارات اللي ممكن يفيدنا. وبرجع بقول برجع بقول الامل بلبنان كبير، الامل بلبنان كبير، الامل ب الفكر الخلاق اللبناني كبير. ان شاء الله بهالفكر. وحقول لك بس بالتاريخ لو رجعنا بس شوي لورا، هانيبال، هانيبال الفينيقي وين وصل؟ لجبال الألب بافكاره العظيمه. مالطا كانت فينيقيه، قرطاج فينيقيه، سردينيا فينيقيه. يعني لبنان بحجم صغير هذا الوطن المشرقي يستطيع أن يقوم بأعمال جبارة إن أردنا. وبتعرف المثل الإرادة بتزحزح الجبال، إذا عنا إرادة نقدر نعمل إشياء. بس المهم سيد المسيح بحب بتقدر نعم. تشيل الجبل من مكان لآخر بمجرد إيمانك. نعم، فإذا إيماننا بالبلد وإيماننا بالتربية إن شاء الله بالتربية كلنا بننجح. وبصراحة برجع بقول لك لو بدي أرجع عيدها، نحن اللي باقي لنا صناعة لبنانية 100% هي التربية، يعني بنصنع فيها المواطن اللبناني، المواطن اللي بده يبني بلد واللي يساعد البلد على ينهض. وما تنسي الاسطوره طائر الفينيق بيرجعوا من الرماد بيطير. على امل هالازمه ازمه الكورونا تكون هي انطلاقه جديده للبلد بكل المعايير. وبرجع بركز على الفكره بتعاون السلطه الرابعه مع السلطات الباقية، تعاون، ما نكون عم نقوص على بعض. إذا في شيء غلط نعم يصير ينحكى، بس مش عملية تقويص بس لاختلاف الرأي. إذا في شيء غلط نعم، بس إذا ما في شيء غلط ما ضروري نقوص بس لمجرد التقويص. لذلك بالإضافة لذلك هلا الساعة 2 قد ايه الساعة 2:10 فجرا، هلا اتصلوا عمال المكننة وإن شاء الله
حنتابع وضعهم ونشوف وين في عنا تأخير. هلا إذا بتلاحظي الناس، يعني بعرف قد الناس وجعها، بس بمجرد ما قلت إنه في حدا موجود قاعدين عم يدقدقوا، ما في مشكلة، بس إنه كمان وجعهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله شكرا ست رشال، رمضان كريم ست رشال. رمضان كريم استار. هلا بدك تتسحر يعني انت؟ اكيد اي اتسحر. هلا اذا بدك هلا ما بعرف اذا شي مطعم فاتح، ما في حدا، ولو ما بخلي لك حدا نجيب لك اكل على الوزاره، لا باقي بالوزاره ولا رايح على البيت. هلا بقول لك هلا في حسني انه عارفين انا عم بشتغل بالتعلم وعم بقعد بمرقوني على الحواجز، لانه ما معي بس سيارتي، ما معي حدا، هيك القصه. بس حدا شو مره وقفك حاجز ولا لا بعد ما صاري؟ نعم نعم وقفني عن جد؟ شو صار؟ نعم بعدين اللي الشخص اللي واقف قال لي بتشبه الوزير، فقلت له يمكن انا، طلع في قال لي معقوله تفضل، ما دي صارت يعني منيح حسنه، لانه سيارتي ما بتوحي بسياره وزير، هيك القصه. سلبي، حلوه الخبريه. ثانك يو كثير لك استاذ طارق، وانا لانه بعرف انه بمحل معين باتصال مره سأبت انا وياك وقدرت اعرف الكاركتر تبعولك، شخصيتك، نيتك بالعمل عن جد، والاصرار على تحقيق الامور، بعرف منا بالهين نحن كمجتمع وكافراد ترجع هذه الثقه بين المواطن وبين الوزير، بين المواطن وبين الوزاره. بعرف بعض الاشخاص بدنا نجي نقول لهم بلا طارق المجذوب حدا عن جد شغيل، عن جد عم بيتعب، حدا عن جد عم بيحاول، في البعض بيعتبر انه ايه لا ما كلهم هيك وما كلهم هيك، مش هيك عن جد بقول لك اياها وعلنا بتامل وقلت لك اياها على التليفون، نحن جاهزين باي شيء ملف فساد انتم بالنسبه لك بالوزاره عم يكون عندك صعوبه انك تفتحه كسلطه رابعه، كقناه جديد، كرشاك، ككل شيء، نحن مساعدين نوقف حدك تحت نتساعد، وقلت لك انه اي مره حتكون عندك على خطا حتشوفنا اول شخص رح ينتقدك، وقلت لي بليز دو ذس، وبتصور العالم بيقدروا يقفروا يلي بيكون يدعي التواضع وما بين عن جد الشخص المتواضع يلي عن جد بده يحسن حاله. فبالتوفيق، وبعرف حرصك وهذا اللي كنت حكيت فيه اول شيء، انه بس كانوا الطلاب يجوا يقولوا لي انه رشال بليز دعمينا بقصه الغاء الامتحانات او عدم التعليم عن بعد، وبتصور هذا رايك، كنت اقول لهم انه يا عمي اذا وقفنا كنا التعليم باول ادار، طب ما كيف اذا 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 تعلمت معلومه، اذا تعلمت شيء جديد احسن من بلا، صحيح نحن وصلنا على مفترق طرق، وبعرف حرصك على نفسيه الطلاب يلي بيناتهم بنتك، يعني ما انه عم نحكي عن شيء ثاني، بعرف قد ايه هلا القرار حيكون مصيري بالنسبه لهؤلاء، بس بتصور كل مرحله سابقه حتى بالرغم من مشاكل اللي كان عنا اياها بالانترنت وبالمشاكل بين الاهل وبالمشاكل بقصه البعد، بتصور كان تجربه يتذكروها دائما اهالينا استاذ طارق وحضرتك منهم، ربيوا بالحرب، تعلموا بالحرب. ما تكبريني هالقد كمان هلا تعمل لي صغير زياده عن هلا شو عرفت ما تكبريني مساعدينك للصراحه يعني ايه بس ما هالقد كبير انا بس يعني انه اذا بدك ترمينال سو بقدر ماشي اوكي ماشي بتأمري ستة. هلا شوف بدي اشوف بعد الوزاره قديش حتكبر من بعد هالشغل والتعب وما عم بتنام لا اذا بدك بس 70 يوم بتكفي 70 يوم بتكفي 70 يوم بتكفي كانت لحد هلا بس اذا فيني في اذا بتخليني اقول بس كل فكرتين أكيد. فكره اولى بدي اشكرك على اللي قلتيه بالنسبه لزياره يانوح لانه بعرف قد ايه تعرضت للاعتداءات بعرف انه قد ايه وقتها استعراض ام تواضع اللي صاروا يحطوا هيدي كانت اول زياره لي بالسياره تبعتي رولز رويس منيح وصلتك على يانوح ما صدقوا انه هي السياره وهيدي سيارتي بالنتيجه هي وحده اثنين بدي كمان اختم بفكره اذا بعد في امل بلبنان هو التربيه كرمال هيك اذا بدك في سبيل هالتربيه ما لازم نستسلم التربيه هي سلاحنا حاستعمل بالفصحى سلاحنا الماضي في حربنا ضد كورونا وضد الفساد وفي سبيل الاصلاح ان لم ننجح بفتره قريبه على الدنيا السلام صحيح ما حدا له مصلحة اللي بحب بلده اللي عن جد بحب لبنان وبحب التطور فيه والتحسين أنا برأيي مفترض يكون في دعم لأشخاص مثل حضراتكم وبس تخطئوا
نتساعد، انا بخطئ اللي بينتقدك كمان وبيخطئ بالشغل، وكلنا بنخطئ، كلنا بيطور انه نقدر نحسن لانه بنتيجه بلدنا. يعني انا لا بعرفك ولا شايفتك، بركي ما اتلاقى فيك بحياتي، بس اذا انا لا ليه بحكي لي طارق فيه؟ شو ليش؟ ليش انه في شيء نايزك حياخذني؟ لا بس ما بعرف اذا هنقدر نلتقى او نلتقى، مش هذا هو المهم. المهم انا بعرف انه في شخص اجى على الوزاره، طارق مجذوب ولا طارق كرم ولا طارق خوري ولا طارق حيلا شيء، يعمل شيء للبنان ويحسسنا. وهذا قلت لك اياه مره على التليفون، المره الوحيده اللي حكينا فيها قلت لك همي انا بالنسبه لي كرشاد كمواطنه انه الثقه بيني انا كمواطنه وبينك كوزير، بين اختي المخصصه بالاعلام، بين ابن عمي، بين جاري، بيني وبين هالدوله انه تقوى. هلا كلهم قاعدين فبس معك اوف هودي؟ لاف. كلهم قاعدين نعم معي؟ لا كلهم هلا قاعدين قاعدين معك؟ مع امي واختي وبيي طب في مجال، وخيي. في مجال اتعرف عليهم؟ يا ريت بس ما هيقبلوا يجوا، لانه كاميرا على البيجامات هنا بالروبيت، بالبيجامات؟ فبتصور طب سلمي عليهم جديا، بيوصل. بس انا وخاصة اذا بقدر خاصة والدتك لما كنت تغطي الأحداث، وقد ايه كان ايه قلبه يغلى عليك. قلبها لامي وا اول وا ما وا سافر، وا لان احنا إذا ماني معوتين بيت غلطان عسكري إذا بالبيت. ماني غلطان أنت عندك أختين، لا؟ عندي اختين، عندي سلين وكالين وانا، وفي عندي جو خيي الصغير اللي هي يعني صغير صار عمره 28 سنه 29 سنه. ايه الله يخليك، الله يخليكم لبعض، بس سلمي كثير عليهم عن جد، لانه عن جد بعرف قديش بيوصل. لما انت تغطي الاحداث قديش كانت العمليه مش سهله. بس بدي اطلب منك طلب، الشخص اللي عم بيرد على التليفون والمقرب بيقول لك فينا نشوفه نتعرف عليه، نقول له يعطيك العافيه كمان. يلا اذا رح تتفاجئ هو منه شخص وشخصه. اه شخصه. طيب هات نشوف. هلو هاي هاي مين بتكوني؟ عارفينا شو عن حالك؟ باردون انا بالمكتب هون بس ما فيني احكي اكثر من هيك. ما عندك، عندك الوزير حاتك بيعطي الاذن بالموضوع اذا بيسمح لي. اكيد اكيد مين اسمي يعني وهبه عفا. حضرتك قد ايه لك بوزارة التربية؟ لا انا ما انا متطوعة. اوكي اوكي يعني من اول ما اجى الوزير انا معه. باردون 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 اوكي تقرا بيه ولا ما وفا تقرا بيه؟ متطوعين اصحاب 24 الوزير ساعة، فمتطوعين 24 ساعة معه. اوكي وعم نساعده اللي بنقدر نساعده اكيد. ليه حسيت عبالك تتطوعي؟ يعني حدا هلا بده الليره من الله، بده شغل من الله، ليه حسيت؟ بتعرفيه اصحاب انتوا اياه من قبل ولا لا للوزير؟ هلا بعرفه، اكيد بعرفه وبعرف ادانيته، يعني هيدي الشغله بتحمس الواحد انه يكون حده. وتاني شيء نحن بنحب وطننا، يعني بالقليله انه اقل شخص انه يقدم شيء من نفسه مشان هالبلد مشان هالوطن، وخاصه بهالظروف اللي نحن عم نقطع فيها. فهيدي هي. قد ايه عم تسمعي وقد ايه عم تشوفي من قصص بالوزاره؟ وهلا قد ايه رن التليفون؟ شو بتقولي للاهل يلي عتلنين هم؟ شو بتقولي للتلميذه اللي عتلنين هم؟ ما يعتلو هم، ما هيك مع هيك وزير لازم يكون فكرهم كتير فاضي، لأنه هو بفكر بكل العالم، فما يعتلو هم. استاذ طارق ممتازه ممتازه. شو بقول لك؟ ما قلت له سبيت، شو قلت لي؟ وشكرا لكم تانيتكم، يعطيك الف عافيه لإلي. شكرا لك، شكرا، ميرسي، شكرا لإلك، يعطيك العافيه. شكرا لك كثير استاذ طارق، موفقين بعملكم، وان شاء الله الاشخاص يلي عن جد عبالهم يساعدوكم كمتطوعين ايضا يكونوا موجودين معكم بالوزاره. انا دقيقه ونص بيخلص اللايف، سوري لكل المقاطع اللي تقطعت. كل التوفيق وشكرا لكم بهالحلقه من برنامج 2021. بكره معي وزير وئام وهاب ايضا حيكون ضيفي تنقدر نحكي نحن وياه. كل التوفيق وسوري اخرناك لهالوقت استاذ طارق، ميرسي لكم والى اللقاء. يلا وتحيات للعائلة، وسلمي كثير على الجنرال. بيوصل بيوصل. ميرسي، يلا طيب، باي 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 باي. باي.